كثر الحديث مؤخرا بوسائل التواصل عن الفرق بين النمر المرقط والفهد، حيث يتوه الكثيرون بين الحيوانين ويصعب عليهم التفريق بين الاثنين. في هذا الفيديو أوضح الفروق بين الفهد والنمر المرقط. الفهد أصغر حجما من النمر المرقط، ووزنه بين 50 إلى 70 كيلوغرام، وطوله يصل إلى متر ونصف، وذيله يصل إلى 80 سنتيمتر. أما النمر المرقط فيصل وزنه إلى 90 كيلوغرام، وطوله يصل إلى 170 سنتيمتر، وذيله يصل إلى 100 سنتي. وبالتالي فإن النمر المرقط هو أكبر حجما وأطول من الفهد. فيما يتعلق برأس النمر المرقط فهو أكبر من رأس الفهد، ومعروف عن الفهد بأن رأسه صغير. فيما يتعلق بتسلق الأشجار فإن النمر المرقط له مرونة أكثر بتسلق الأشجار. أما فيما يتعلق بالسرعة فإن سرعة الفهد تصل إلى 120 كيلومتر بالساعة، ويمكن أن يقفز لمسافة 7 أمتار بالقفزة الواحدة. أما النمر المرقط فتصل سرعته إلى 60 كيلومتر في الساعة، وبالتالي فإن سرعة الفهد تشكل ضعف سرعة النمر المرقط. الرقط الموجودة على الفهد صغيرة، أما الرقط الموجودة على النمر فهي أكبر حجما. فيما يتعلق بالسكن فإن الفهود تفضل السكن بالأماكن المكشوفة الواسعة كالصحاري مثلا، أما النمور المرقطة فتفضل العيش بالغابات والأحراش، وتسكن الأراضي العشبية والغابات على طول الأنهار بأفريقيا. الفهود تصطاد الفرائس التي تزن 40 كيلوغرام فأقل، وتصطاد الفهود بالنهار، وتعتمد على حاسة النظر للصيد، وتصل نسبة نجاح الفهود بصيد الفريسة إلى 60%. وطريقتها بالافتراس هي عض الفريسة من العنق حتى تموت اختناقا. أما النمور المرقطة تصطاد الحيوانات متوسطة الحجم كالظباء، حيث تتربص بها بهدوء ثم تنقض عليها بسرعة، وتبدأ بعض العنق حتى تموت اختناقا وتبدأ بالتهام الفريسة. تحب النمور المرقطة تخبئة الفريسة بأعالي الأشجار حتى لو كانت الفريسة أكبر حجما من النمور. فيما يتعلق بالفهد فإن أنثى الفهد تلد بين 3 إلى 5 جراء فترة الحمل، تصل إلى 100 يوم. فترة الحمل لدى أنثى الفهد تصل لمئة يوم، ويعيش الفهد حوالي 12 سنة بالبرية. أما أنثى الفهد المرقط تلد بين 2 و4 جراء، وفترة الحمل تصل إلى 105 أيام، وتصل حياة النمر المرقط إلى 17 سنة. إن الفهد المرقط أصدقائي بارع بالصيد بالمياه، حيث يستطيع اصطياد التماسيح بسهولة، وتعتبر التماسيح من الفرائس المفضلة للنمور المرقطة بالإضافة للغزلان. أما الفهد فهو بارع بالصيد في الأماكن الواسعة، لكن فيما يتعلق باحتفاظ الفهد بالفرائس فإنه يفقد كثيرا من فرائسه لصالح الحيوانات المفترسة الأكبر حجما. أما النمر المرقط فيحتفظ بأغلب فرائسه لميزته الكبيرة بتسلق الأشجار وتخبئة الفريسة أعالي الأشجار، مما يصعب على الحيوانات المفترسة الأخرى الوصول للفريسة. أصدقائي، إذا اشتبك الفهد والنمر المرقط فإن الغلبة تكون للنمر المرقط لأنه أكبر حجما وأكثر شراسة. إن النمر المرقط حيوان أكثر انتهازية من الفهد، وهو يخادع الفريسة ويصطاد ليلا ونهارا، أما الفهد يصطاد بالنهار ويعتمد على سرعته بالصيد. كانت هذه أصدقائي الفروق ما بين النمر المرقط والفهد.